السلام عليكم. في كثير من الأخوات تظن أنه ما يجلب الشباب لها هو لبسها وشكلها، وهذا كلام خاطئ. ما يجلب الشباب إليها هو وجهها وبساطتها وسماحتها ولبسها المتواضع وكلامها المتواضع، هذا ما يجلب 99.9% من الشباب إلى خوض علاقة زوجية معك. فلا تهتمي إلى ما تلبسيه، اهتمي إلى أن تكوني صاحبة خلق. ما يجلب الشباب لك هو فقط الخلق الحسن وسماحة الوجه، فالمرأة العبوس لا يحبها كثير من الشباب، وكذلك المرأة التي تلبس الضيق وتلبس هذا لكي تجلب الشباب، هذا لا ينجلب الشباب إليها إلا إلى الفراش، أما إلى خوض علاقة معها محترمة كالزواج لا ينجلب إليها الشباب. وفي كثير من الأشياء الخاطئة التي تمشي عليها الأخوات وتقلدها من الغرب، وكلها أشياء خاطئة ليس لها علاقة في جلب الزوج الصالح. فدائما إذا كنت تودين في معرفة من هو الشاب المحترم الذي ينظر إليك نظرة الاحترام، هو الشاب الذي ينظر إلى وجهك فقط. فلذلك نرى كثير من أخواتنا تظهر يعني مفاتنها معاذ الله إلى الشباب لكي تجلب نظرات الشباب إليها. نعم بالفعل أنت تجلبين، ولكن لا تجلبين شبابا محترما. الشاب المحترم لا يهمه إلا تصرفك وخلقك وسماحة وجهك، إذا كان وجهك فقط جميل هذا يكفي، أشياء الأخرى ليست أمور أساسية وإنما ثانوية في الجمال. الجمال يأتي من سماحة الوجه. فكن بشوشا، تعامل بلطف، مبتسما، تذيب قلوب الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.